تتصالح يعني احنا شفنا في الاهداف في الاتحاديه الثلاثه ان جميعها جاءت من نفس الجهه تقريبا من الضغط على جهه الغنام في الجهه اليمنى. ما كنا متعودين صراحه على الغنام انه يكون نقطه ضعف في دفاع النصر، لماذا شاهدناها هالمره؟ طبعا ما اوافقك محمد انه هو نقطه ضعف، او خلينا نقول الحاصره الطريه، المنطقه اللي ممكن انه يهاجم منها النصر. على العموم الاخطاء هي مشتركه، لانه مثل ما قلت لك النصر كان مبعثر وكان فريق ينتظر رده الفعل ولم يكن فريق الفعل، مع انه المباراه كانت يعني تحتم على النصر دخول المنافسه بقوه. بالتالي خلنا نرجع للكلام اللي قاله اخوي حمزه هو الصحيح 100%. الاتحاد فريق منظم، لما يكون هناك عندك تنظيم يكون عندك الخيارات موجوده، سواء كانت عاد على الاطراف سواء كانت عند في العمق او من التسديد، وهذا ما يحدث. وحتى الان انا اعتقد ان الاتحاد تحديدا اذا سمحت لي محمد مر في عده تجارب غياب حجازي، تجارب خروج سعود وايضا مع المالكي، والان اضيف لهم كريم ومع هذا الفريق متماسك. اذا متماسك لان هناك نظام. النظام ايضا النظام يؤثر على اللاعب المتمرد ويجعل منه لاعب اخر، مثل ما هو حادث الان. انا استخدم كلمه متمرد يعني اللي يخرج عن النص فنيا، هذه حمد الله يسويها مع الاتحاد لا. فبالتالي كل هالامور هذه خلنا نقول واجهت البعثره اللي حدثت في فريق النصر. وان كان محمد لازم اؤكد انه قرار الحكم لم يكن الحقيقه في مكانه في طرد تلسكا، وهذا زاد الطين بله. جميل. قرارات الحكم بالنسبه للحكم بعيد عن الجوانب الفنيه، لكن شاهدنا سيطره بالتاكيد للاتحاد على منتصف الملعب، ما اعطى مساحات كبيره مثل ما يحب تاليسكا وبيتي في المرات السابقه. كثيرين كابتن حمزه كانوا يتوقعون مع غياب كريم انه يعني يرتبك وسط الاتحاد، لكن شفنا اداء استثنائي من برونو ريكي في هذه المباراه. صحيح محمد، لأنه كرة القدم محمد في نقطة مهمة، إنه مركز ستة الآن بدأ تختلف مواصفات اللاعب المطلوب في مركز ستة. ده أحيانا اللاعب الفنان أو اللاعب اللي عنده القدرة على التمرير وإنه قادر إنه هو يغير رتم الفريق أو يؤدي الأدوار الهجومية أصبح مطلوب أكثر من اللاعب اللي بيؤدي الأدوار الدفاعية. بعض الأوقات لما يكون عندك لاعب بيلعب ستة في أدوار دفاعية وتحس انه هو شايل الفريق، لكن بعد التغيير زي ما حصل مع الشباب، انا دائما اضرب مثال من الشباب مع انداي، لما خرج انداي شفنا الشباب اتحرر بشكل قوي. نفس الشيء لهم مع الاتحاد، بالاضافه اللي ساعد الاتحاد هي الادوار الدفاعيه اللي قاعدين يدوها الاطراف، التكتل او تقارب الخطوط. دائما الاتحاد ما عنده بعد في الخطوط، فبالتالي وجود لاعبين قادرين على اللعب بشكل جيد في الناحيه الهجوميه وتقارب الخطوط بتغطي المشاكل في النواحي الدفاعيه. حتى يعني غياب حجاز اليوم، غياب كريم، يعني المفروض ان الاتحاد يعاني دفاعيا، لكن لا، شفنا الاتحاد اصبح اكثر قوه، بالاضافه الى جوده المدرب اللي هو بدا يعتمد على التحولات او اللعب المباشر بشكل كبير، مع وجود لاعبين في مركز في محور الارتكاز قادرين انهم يلعبوا الكرات الطويله في المساحات وفي ظهر المدافعين، وهذه من الاشياء المهمه والادوات القويه في الاتحاد وبيستفيد منها. جميل. النصر في هذه المباراة كابتن تحدث عن غياب أو عن إشراك علي الحسن بدلا من عبد الله الخيبر، ما الذي كان بإمكان عبد الله الخيبر أن يضيفه لوسط النصر في هذه المباراة؟ هو التماسك. طبعا أنا يعني يمكن حمزة تكلم على أنه هناك الآن مواصفات خاصة بالنسبة للاعب ستة، وأنه الآن الاتجاه عالميا، هذا ما يقال عالميا أنه أصبح هناك نزعة هجومية موجودة وصناعة لعب، مع أنه الحقيقة لا. التوازن اللي ممكن يحدثه لاعب المدافع، خلينا نقول لاعب ستة اللي فيه صفات الدفاعية، هو الحقيقة بالعكس تماما، هو خلينا نقول عمود الفريق، هو الفريق اللاعب اللي ممكن يحدث لك التوازن وأيضا يحفظ لك أو يكون غلاف للعمق الدفاعي. عبد الله الخيبري
تحديدا، والمالكي هم الوحيدين الآن في المملكة اللي يشكلون هذا الصنف من اللاعبين، البقية لا كلهم ثمانية وكلهم مثلا انسلموا، مثلا انسلموا ثمانية مع انه بطيء، فالتركيبة صارت لا الحسن يستطيع انه يغطي العمق او انه يغطي الاطراف مثل ما تفضلت الان وانت واشرت انه سلطان كان ثغرة، او لا انه قائم في دوره الهجومي على اكمل وجه. فهناك تركيبة يا محمد، في من يقوم هجوميا ومن يدافع. يدافع هو عبد الله الخيبري، ومن يهاجم عندك الخيارات مفتوحة. جميل كابتن حمزة، يعني خلينا نتكلم على الشكل الهجومي للاتحاد في هذه المباراة في ظل غياب كورنادو. ما كان كثير من يتوقعون أنه الهجوم للاتحاد يسجل 3 أهداف. وش كانت مفاتيح الهجوم الاتحادي وكيف استطاع استغلالها بشكل جيد؟ يمكن من أهم المفاتيح محمد هو فتح الملعب بالعرض، يعني اعتمد على فتح الملعب بالعرض وتغيير الكرة من اتجاه إلى اتجاه، بالإضافة إلى العمق الهجومي اللي سواه حمد الله. حمد الله اليوم كان مسوي عمق هجومي جيد بالنسبة للاتحاد، احتفاظه بالكرة دائما. حمد الله لاعب ذكي، عندما يدخل في منطقة الجزاء دائما أحيانا يبحث عن الأخطاء، يأخذ أخطاء قريبة ويأخذ ضربات جزاء، واستفاد الاتحاد منها. بالإضافة إلى تواجد البيشي اليوم في الزيادة العددية اللي بيسويها لما تكون الكرة في الناحية في الاتجاه العكسي ويدخل لجوة 18 وعنده التسديد من لمسة واحدة، تحركات رومارينو في العمق، هذه كلها حلول موجودة في الاتحاد، واليوم ظهرت بشكل جيد. يعني الاتحاد اليوم ما خلق أو ما حاول أنه يبني في وسط الملعب، كان دائما يتجه اتجاه مباشر، وعنده لاعبين قادرين أنهم يسجلوا، والهدف المبكر أعتقد هو اللي سير المباراة في اتجاه الاتحاد بشكل كبير. من بعد الخسارة أمام الشباب كابتن صالح بهدف دون رد في 5 نوفمبر الماضي، هذه أول مباراة يفشل فيها هجوم النصر في التسجيل. لماذا فشل هجوم النصر على الرغم من معهم في هالمباراة هداف بطولة أفريقيا؟ أنا أعتقد فشل لأنه واجه الفريق المنظم المتماسك. يعني كل الفرق اللي قابلها من 5 نوفمبر إلى اليوم ما كان فيها الفريق منظم جيد؟ طبعا التنظيم شيء مهم محمد، وفي فرق كثيرة تفرق التنظيم عن التنظيم، بالتالي تنظيم الفريق اللي الآن بدأ يصدق نفسه أنه لا فريق البطولة يختلف عن الفريق اللي قاعد يحاول أنه يبقى في الممتاز أو أنه يلملم أوراقه. أنت أمام فريق الآن فريق له تاريخ كبير جدا، أصبح الآن يؤمن ويصدق أن هناك هدف قدامه وتحقيق البطولة، فبالتالي لن تجد هناك الأخطاء الموجودة في الأخطاء الثانية. أنا لا أقلل منهم محمد، لما أذكر لك أنه ما عندهم تنظيم، لا عندهم تنظيم بس ليس مثل تنظيم الاتحاد، والأدلة الآن ذكرناها غياب الكثير وعلى رأسهم حجازي. صحيح. بالتالي خلنا نقول هو اختبار بعد النتائج اللي صارت 7 هذه واللي راح فيها شوية الفريق النصراوي أنه جيد، هو جيد، ولكن الحقيقة عنده مشاكل، وعنده مشاكل في التركيبة في خط الوسط وفي الدفاع. يمكن حتى الهجوم ليس هناك، خلنا نقول حتى مع إضافة جوناثان ما أقدر أحكم عليك حكم كبير، ولكن تاليسكا هو اللي يلعب الدور كله في الخط الهجومي. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من الرياض اللاعب الدولي السابق صالح المطلق، ومن جدة أيضا كان معنا اللاعب الدولي السابق حمزة دريس. شكرا جزيلا لكم.